إذن الوجهة ستكون من أول جولة بين ملعبين، هي جملة ملاعب، ولكن أمانة في فوارق في ماتش دورتموند بين بوروسيا وإفسي بارسلونا. وفي هذا اللقاء لننتقل فيه من خلال النقل المباشر والحصري لقمة المباريات الأوروبية في هذا الأسبوع، البطل يبدأ من إيطاليا حامل النجمة السادسة على القميص فريق إفسي ليفربول، ينطلق من محطة الطليان هنا في جنوب إيطاليا في مدينة نابولي وفي استادها سان باولو، من خلال وضع وطرح اللقب من جديد على الميزان، على الطريق، على المعشبات الخضراء لأوروبا من أجل النجمة السابعة كهدف رئيسي للريتس ليفربول، ومن أجل طموح نابولي في بلوغ الدور الثاني. نابولي العام الماضي كان لم يتوفق في الوصول للدور 16 باعتبار جاء في مجموعة نارية وكانت فيها الأطراف الأقوى هي ليفربول وباري سان جيرمان. إذن نابولي اللي ينطلق في موسم إيطالي 6 نقاط من فوز على الفيولا فيورنتينا 4-3، الانتصار في آخر المواجهات 2-0 في ستادو على فريق البلو شيركاتي دي لاسام نادي ساندوريا، وبينهما خسارة الكلاسيكو ضد اليوفي 4-3. يأتي ليلاقي بطل دوري ممتاز، ولكن هذا باش يحققها يورغان كلوب والشعب اللي انطلق المصري. صلاح السرعة، صلاح الانطلاقي غطى للدفاع، يعني نابولي ضد العقدة الإنجليزية لنابولي والإيطاليان الأبطال في آخر السنوات. تنطلق الهجمة والرأسية تأتي، قام 7 انتصارات مقابل 7 هزائم، هكذا هو التاريخ العقدة. دي لورينزو تحط الكرة، ماتش عمناول ما كانش طيب، ماتش عمناول ما بين نابولي الطليان وليفربول سيد أوروبا، وراس فما مدافع قدامه، مشيت معاه، ترجع معاه صلاح والساديو، ستهتز الشباك هنا في وجود الحمر وفي وجود صلاح. ممتازة والشوط والهدف يضيع، 1-2 وجول، الرأسية تهزت شباك الحمر، ضربت ضربة والصدة، واحدة ثانية عاودها له، الحارس يتصدها له ما تمس. هذا هو ساديو ماني، 14 هدف 25 في الأبطال، سيعادل ديدي دروغبا، وما أدراك من دروغبا. 35% من أهداف البارتينوبي في دوري الأبطال. هاتركي الروي ساديو يلعب الكرة آلان، البرازيلي ممتازة جدا، فمش تسلل فما كنترول، وبداية جيدة مباراة اليوم، يعطي أسيست والأروع ساديو كوليبالي، حققهم البرازيلي، كرة من روبرتسون، دارت مليح، يمشي من نير، خط فابينو يلعب مع صلاح، يلعب مع صلاح، عنده لمين، يمشي صلاح وكاليدو كوليبالي. أنا نشوف فيه كوليبالي الحقيقة لو يجوز لي البحث عن ساديو، يدخل ماني والكرة ضاعت. كايخون في السليم، عرضية ومحاولة كانت صالي، حط الكرة صلاح يتمركز، ولكن جوردان اندرسون كورتو. أمامك الأرقام في البدايات، الأرقام هناك بوليود وهناك مصر الشرق وهناك أيضا، ولكن تراجعت ممكن كأفكار السينما الإيطالية، ممكن عصرها الذهب. كايخون دي لورينزو حط الكرة، حاول يستعرض ويفاجأ، نعتبرها إجابة شرعية وما سرقتش المعلومة، والكرة خطيرة ونحكي على الكرة، نرجع في المباشر، يضرب السنغالي والحق ونغمة وتسديدة والساديو، والساديو يضرب بالنار القادم من الخلف، ولكن من لا تكب طاح تكب ليبالي يبعد على مانولاس الجريكي مصر، تضرب فيه كرة، ما زالت 0-0 الليفر عن طريق صلاح يمشي بالكذا جولات برشا، ترجع كرة خطيرة وملعوبة، مارتس القادم من الخلف وراه بإمكانه التهديف تو، وفي ناس هي اللي تجيب النفس هدي هدي. لا يورغان جابها بذراعه، يورغان جابها بذراعه، جابها بذراعه وإصراره. لو فما حاجة منك يا لورينزو، لو فما هدف منك يا لورينزو، يمشي لوزان، لورينزو، 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 ماتيب لورينزو عداه، يمشي بالكرة لوزان، فيرمينو شات، والدفاع، فيرمينو عاود شات، هو الحارس الشمال هنا في قمة الدوري، مستوى كبير لفرق كبار، والكرة الصلاح كاليبالي غطي، صلها بالملي، المليح يبتا، والمليح يبتا، والصورة توصل، هذا عصار نابولي، هاي جاي نابولي، الفريق الجنوبي قد يسجل، لعب الكرة 1-2، يدخل مع قصيرة، لورينزو برافو فابيني، لعب مليح على الأطراف، كرة ذكية، ودار بيه، وحط له باس، باش يهرب بيه، هذه كرة حاول، كان مشيت معاه، حطه القدام، يحط المدافع، أن يلعبوا في أندية أوروبا بدون مدافع. فيليكس
فما كليوعة وشك و... بطولة 78 جاب 2 شامبيونز كاب الفريق النوتنغامي. 13 بحيازة الأزرق طلعت ستانفورد بريد. 12 بطولة الفريق. هاي الفيرمينو فيرمينو 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 فابينيو فابينيو ممتاز. يرجع من جيمس يعمل الكروس وساديو الطليان عن طريق لورينزو انسيني. انسيني رويز بعيدة على المهاجم المكسيكي لوزانو. وتتهيا الكرة جان الترنجا يلعب الكرة الثنائي السنغالي في منتخب الوسط واصل أول هدف على فكرة في هذه النسخة الجديدة لدوري 1-1 في ستاد ليون بينما ماتش لينتر. آلن ممتاز. آلن آلن مع فيرجيل. آلن ركنية لنابو. كرة تمشي من ركنية يمشي للتنفيذ ميرتنس. ميرتنس فماش تسلل فماش تسلل فما ميرتنس يلعب كرة تمرير حط الكرة واحدة اثنين عودة صلاح عودة صلاح لوه في الكل من فيرمينو الخطر من فيرمينو عدم أنانية ساديو مع نابولي خلص الوضعية. برافو برافو هاني صفق معاك يا أورغان وفي صالة الاجتماع ويعلموك الكونتراتاك راسية الليفر يصنع الفرق مينر بالراس بتنتلج المرمى كانت 1-0 مستحقة من إيطاليا من كرة نابولي صنع أكثر من فرصة دقيقة في الوقت بدل الضايع أم لا هي الثواني هي فر في انتظار الشوط الثاني الآن نعود شكرا أدريان أرنولد روبرتسون ماتي فان دايك فابينيو أندرسون من مجموعة أعتقد أن الفرصة كبيرة لهذا الثنائي للتأهل نيات أيضا الفريق النمساوي سالزبورغ ليفر 0 نابولي 0 هنا في ستاد السام سيتي كان هزم ليفربول سونسيني جر كرة عن طريق الروي والهدف الأول فريق مش قاعد يربح البطولات ولكن من أمتع الفرص أي كرة أبدا تدخل يا نابولي أي كرة مايكل جروس السباح الألماني الشهير اللي كان عنده يطير يطير ونابولي يسير الهدف الأول ولكن ليفربول والتغيير منتظر اللاعب لورينتي صلاح القادم للأمام والتوزيع والأروع وين ساديو ساديو القائمة ولذلك لا أرى أمل للحارس أن يردها مارد اقتن المكسيكي اقتني وكسرت يسيب كرة يسيب كرة المكسيكي المكسيكي بدع ويلعب على الكونتر أتاك في دار الدفاع برشا هاي ميرتنس ميرتنس حط الكرة كايخون عودة كايخون ولا بصراحة نشوت أنا يزي من العرضيات نابولي والصاوة على حد كرة إنسيني نابولي سيسجل نابولي سيسجل هذاك راه مسكها بيديه ترى نشوفوا اللقطة ترى نشوفوا التكنولوجيا ما يمكنش يفصلها يا إنسيني ميرتنس يمشي ميرتنس نابولي هجومي في بداية الشوط الثاني زي من الحسودية العب كرة ساديو ماني ضيعها ضيعها سايب له كرة هنا سايب كرة هنا عاد عاد هنا واضحة هنا واضحة كن شوية ربط شوية كبس شوية ربط شوية كبس شوية هذه لا تستحق هذه المباراة صفرين الكرة تمشي ويجي فيرمينو فيرمينو يلعب الكرة صلاح هو محمد صلاح نسق فانه دخل البرتغالي شوف الستة وين صلاح وين هو وراء صلاح قدام صلاح في جانب لوزانو اخر فرصه لوزانو مع الدووش مش تعديه انت مع الدووش انا والكره ترجع مره اخرى الهجمه من روبرتسون الاسكتلندي فيرمينو يمشي فيها مارتينز مارتينز قص عليه يا لوزانو اش تستنى على الاطراف والكره تدخل عن طريق الروي والحارس يا مانولاس مانولاس خربها وصلاح مانولاس يا غفاس ملا كوره من مانولاس والصلاح كاد يختف المباراة رائع كرة ممتازة على الطاير يضرب ميرت ميرت مباراة متاع ديف الحقيقة ماتش متاع 2-2 وفيرجيل يغادر لاعب الوسط مينر يدخل جورجينيو هذا اللي ينسيني سان آلان شكله لن يستكمل المباراة رينالدو موصل الكرة على اليسار روبرتسون الدقيقة 28 تسديدة من فان دايك والتماس لليفربول طلعت ساديو فيرمينو عودة معاه
عود معاه حلوة برشا يدخل ساديو كرة سريعة لتلعبت بين فيرمينو وساديو ساديو هذه ممتازة روبرتسون كايخون يدخل الخطأ يزفر الحقق أخيرا في المباراة الإعاقة قدامك كايا في ثواني ودقائق يمشي مرتس وجول جول بيك بهدف مرتس في قانون عود محاولة أدريان نابولي في صدارة الحدث 1-0 لنادي نابولي رغم والكرة خطيرة ويمشي لورينتي والثاني الهدف الثاني خلاص خلص عليهم لورينتي خلص عليهم لورينتي راهنت على لورينتي في تعليقي وفي كلامي وقلت سداتي كرة والاثنين وبالراس جاءت كرة الراس من دقائق واهدرها الكرة الثانية حققها سجلها دونها كتبها صبغها لونها الأزرق السماء إذن الوجهة ستكون من أول جولة بين ملعبين هي جملة ملاعب ولكن أمانة في فوارق في ماتش دورتموند بين بوروسيا وإفسي بارسلونا وفي هذا اللقاء ننتقل فيه من خلال النقل المباشر والحصري لقمة المباريات الأوروبية في هذا الأسبوع البطل يبدأ من إيطاليا حامل النجمة السادسة على القميص فريق إفسي ليفربول ينطلق من محطة الطليان هنا في جنوب إيطاليا في مدينة نابولي وفي استادا سان باولو من خلال وضع وطرح اللقب من جديد على الميزان على الطريق على المعشبات الخضراء لأوروبا من أجل النجمة السابعة كهدف رئيسي للريتس ليفربول ومن أجل طموح نابولي في بلوغ الدور الثاني نابولي العام الماضي كان لم يتوفق في الوصول للدور 16 باعتبار جاء في مجموعة نارية وكانت فيها الأطراف الأقوى هي ليفربول وباري سان جيرمان إذن نابولي لينطلق في موسم إيطالي 6 نقاط من فوز على الفيولا فيورنتينا 4-3 الانتصار في آخر المواجهات 2-0 في استادو على فريق البلو شيركاتي دي لاسام نادي ساندوريا وبينهما خسارة الكلاسيكو ضد اليوفي 4-3 يأتي ليلاقي بطل دوري ممتاز ولكن هذا بشي حققها يورغان كلوب والشعب اللي انطلق المصري صلاح السرعة صلاح الانطلاق غطى للدفاع يعني نابولي ضد العقدة الإنجليزية لنابولي والإيطاليان للأبطال في آخر السنوات تنطلق الهجمة والرأسية تأتي قام 7 انتصارات مقابل 7 هزائم هكذا هو التاريخ دي لورينزو تحط الكرة ماتش عم ناول ما كانش طيب ماتش عم ناول ما بين نابولي الطليان وليفربول سيد أوروبا ورأس فما مدافع قدامه مشيت معاه ترجع معاه صلاح وساديو ستهتز الشباك هنا في وجود الحمر وفي وجود صلاح ممتازة والشوط والهدف يضيع 1-2 وقال الرأسية تهتز الشباك الحمر ضربت شي ضربة والصدى واحدة ثانية عود هالو الحارس يتصدى هالو ما تمس هذا هو ساديو ماني 14 هدف 25 في الأبطال سيعادل ديدي دروغبا وما أدراك من دروغبا 35% من أهداف البارتينوبي في دوري الأبطال هذا تركيب الروي ساديو يلعب الكرة آلان البرازيلي ممتازة جدا فماش تسلل فما كنترول وبداية جيدة مباراة اليوم يعطي أسيست والأروع الساديو كوليبالي حققهم البرازيلي كرة من روبرتسون دارت مليح يمشي من نير خط فابينو لمع صلاح يلعب مع صلاح عنده لمين يمشي صلاح وكاليدو كوليبالي أنا نشوف فيه كوليبالي الحقيقة لو يجوز لي البحث عن ساديو يدخل ماني والكرة ضاعت كايخون في السليم عرضية ومحاولة كانت صالي حط الكرة صلاح يتمركز ولكن جوردان اندرسون كورتو أمامك الأرقام في البدايات الأرقام هناك بوليود وهناك مصر الشرق وهناك أيضا ولكن تراجعت ممكن كأفكار السينما الإيطالية ممكن عصرها الذهب كايخون دي لورينزو حط الكرة حاول يستعرض ويفاجأ نعتبر إجابة شرعية وما سرقتش المعلومة والكرة خطيرة وسنحكي على الكرة نرجع في المباشر يضرب السنغالي والحق ونغمة وتسديدة والساديو والساديو يضرب النار القادم من الخلف ولكن من لا تكب طاح تكب ليبالي يبعد على مانولاس الجريكي مصر تضرب فيه كرة ما زالت 0-0 الليفر عن طريق صلاح يمشي بالجولات برشا
ترجع كرة خطيرة وملعوبة مارتس القادم من الخلف وراه بإمكانه التهديف توب وفي ناس هي اللي تجيب النفس هدي هدي لا يورغان جابها بذراعه يورغان جابها بذراعه جابها بذراعه وإصراره لو فما حاجة منك يا لورينزو لو فما هدف منك يا لورينزو يمشي لوزان لورينزو 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 ماتيب لورينزو عداه يمشي بالكرة لوزان فيرمينو شات والدفاع فيرمينو عاود شات والحارس والشمال هنا في قمة دوس مستوى كبير لفرق كبار والكرة الصلاح كاليبالي غطي صلها بالملي المليح يبدا والمليح يبدا والصورة توصل هذا عصار نابولي هاي جن نابولي الفريق الجنوبي قد يسجل لعب الكرة واحدة اثنين يدخل مع قصيرة لورينزو برافو فابيني لعب مليح على الاطراف كرة ذكية وداربي وحط له باس باش يهرب بيه هذه كرة حاول كان مشيت معاه حط القدام يحط المدافع ان يلعبوا في اندية اوروبا بدون مدافع فيليكس فماك اللي يوعى وشك و بطولة 78 جابها 2 شامبيونز كاب الفريق النوتنغهامي 13 بحيازة الأزرق طلعت ستانفورد بريد 12 بطولة الفريق هاي الفيرمينو فيرمينو 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 فابينيو فابينيو ممتاز يرجع من جيمس يعمل الكروس وساديو الطليان عن طريق لورينزو انسيني انسيني رويز بعيدة على المهاجم المكسيكي لوزانو وتتهيأ الكرة جال الترنجا يلعب الكرة الثنائي السنغالي في منتخب الوسط تواصل أول هدف على فكرة في هذه النسخة الجديدة لدورة 1-1 في ستاد ليون بينما ماتش لينت آلن ممتاز آلن آلن مع فيرجيل آلن ركنية لنابولي كرة تمشي من ركنية يمشي للتنفيذ ميرتنس ميرتنس فماش تسلل فماش تسلل فما ميرتنس يلعب كورة تمرير حط الكورة واحدة اثنين عودة صلاح عودة صلاح لو في الكل من فيرمينو الخطر من فيرمينو عدم أنانية ساديو مع نابولي خلص الوضعية برافو برافو هاني صفق معاك يا أورغان وفي صالة الاجتماع ويعلموك الكونتراتاك راسية الليفر يصنع الفرق مينر بالراس بتنتلج المرمى كانت 1-0 مستحقة من إيطاليا من كرة نابولي صنع أكثر من فرصة دقيقة في الوقت بدل الضايع أم لا هي الثواني هي صفر في انتظار الشوط الثاني الآن نعود شكرا أدريان أرنولد روبرتسون ماتيب فان دايك فابينيو أندرسون من مجموعة أعتقد أن الفرصة كبيرة لهذا الثنائي للتأهل نيات أيضا الفريق النمساوي سالزبورغ ليفر صفر نابولي صفر هنا في ستاد السام سيتي كان هزم ليفربول سونسيني جر الكرة عن طريق الروي والهدف الأول فريق مش قاعد يربح البطولات ولكن من أمتع الفرص أي كرة أبدا تدخل يا نابولي أي كرة عند مايكل جروس السباح الألماني الشهير اللي كان عنده يطير يطير ونابولي يسير الهدف الأول ولكن ليفربول والتغيير منتظر اللاعب لورينتي صلاح القادم للأمام والتوزيع والأروع وينو ساديو ساديو القائمة ولذلك لا أرى أمل للحارس أن يردها مارد يقتن المكسيكي يقتني وكسر يسيب كورة يسيب كورة المكسيكي المكسيكي بدع ويلعب على الكونتر أتاك في دار الدفاع برشا وهاي ميرتنس ميرتنس حط الكورة كايخون عودة كايخون ولا بصراحة نشوت أنا يزي من العرضيات نابولي والصاوع حات كورة انسيني نابولي سيسجل نابولي سيسجل هذاك راه مسكها بيديه ترى نشوفوا اللقطة ترى نشوفوا التكنولوجيا ما يمكنش يفصلها يا انسيني ميرتنس يمشي ميرتنس نابولي هجومي في بداية الشوط الثاني سيم الحسودية العب كورة ساديو ماني ضيعها ضيعها سايب له كورة هنا سايب كورة هنا عاد عاد هنا واضحة هنا واضحة شوية ربط شوية كبس شوية ربط شوية كبس شوية هذه لا تستحق هذه المباراة صفرين الكرة تمشي ويجي فيرمينو فيرمينو يلعب الكرة صلاح هو محمد صلاح نسق فانه دخل البرتغالي شوف الستة وين صلاح وين هو وراء صلاح قدام صلاح في
في جانب لوزانو. اخر فرصة لوزانو مع الدووش باش تعديه انت مع الدووش. والكرة ترجع مرة اخرى، الهجمة من روبرتسون الاسكتلندي، فيرمينو يمشي فيها، مارتينز، مارتينز قص عليه لوزانو، اش تستنى على الاطراف، والكرة تدخل عن طريق الرواي والحارس مانولس، مانولس خربها وصلاح، مانولس يا غفاس، ملا كرة من مانولس والصلاح كاد يخطف المباراة. رائع، كرة ممتازة على الطاير يضرب ميرت. ميرت مباراة متاع داف الحقيقة، ماتش متاع 2-2. وفيرجيل يغادر لاعب الوسط مينر، يدخل جورجينيو. هذا اللي سيني على شكله لن يستكمل المباراة. رينالدو موصل الكرة على اليسار، روبرتسون الدقيقة 28، ممتازة من فان دايك والتماس لليفربول. طلعت ساديو فيرمينو، عودة معاه، عودة معاه، حلوة برشا، يدخل ساديو. الكرة السريعة اللي تلعبت بين فيرمينو وساديو، ساديو هذه ممتازة. روبرتسون كايخون يدخل، الخطأ يزفروا الحقق أخيرا في المباراة، الإعاقة قدامك حكاية في ثواني ودقائق. يمشي مرتز وجول، جول ليك بهدف مرتز في قانون عول. محاولة أدريان، نابولي في صدارة الحدث، 1-0 لنادي نابولي رغم. والكرة خطيرة، ويمشي لورينتي والثاني، الهدف الثاني، خلاص خلص عليهم لورينتي، خلص عليهم لورينتي، راهنت على لورينتي في تعليقي وفي كلامي وقلت ستأتي كرة والاثنين وبالراس، جات كرة الراس من دقائق واهدرها، الكرة الثانية حققها، سجلها، دونها، كتبها، صبغها، لونها، خلاص.